حصل الباحث محسن أحمد الفضلي على درجة الماجستير بدرجة جيد جدا على رسالته الموسومة بأثر المزيج الترويجي على الحركة السياحية في اليمن. الرسالة ناقشت التحديات والصعوبات التي تواجه السياحة وطرق استخدام الأنشطة الترويجية مع المقومات السياحية في البلد ومدى الحفاظ على المواقع السياحية. كما تناولت الرسالة أهمية توعية المجتمع بدور السياحة باعتبارها مصدرا متجددا في دعم الاقتصاد الوطني، وأكدت أهمية تكاتف الجميع في الحفاظ على هذا المخزون. إلى العناوين.